مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم. وما زالت فرحه الثانويه العامه في كل البيوت المصريه، ولكن تفوق الطلاب السنه 2024 مختلف عن اي اعوام اخرى. شفنا يعني متفوقين، وشفنا طلاب قد التحدي فعلا، وكانوا نماذج اعتقد انها هتفضل صورتهم محفوره في اذهان كل المصريين، وكل طلبه الثانويه العامه هيكونوا نموذج يحتذى بيه. معانا شذا بنت اسماعيليه، اهلا بيك يا شذا. يعني تحدي كبير، ولكن انتهى بس يعني انك تكوني الثانيه على المحافظه من اوائل الثانويه العامه. الف مبروك. قولي لي بقى المشوار كان ازاي، وفتره الثانويه العامه اللي الكل يعني بيشتكي منها وبيكون فيها مشاكل كتير، ازاي عدت عليكي؟ والله انا صعبه شويه، يعني الحمد لله يعني. كنت من المتفوقين في المراحل السابقه؟ يعني في خلال الابتدائي والاعدادي كان برضو بيكون ليكي ترتيب من الاوائل؟ لا ما بيكونش. اتفاجئتي طيب من ترتيبك في الاوائل؟ اتفاجئتي، انت جبتي النتيجة لكن ما كنتيش تعرفي ان ليكي ترتيب. يعني عرفتي ازاي؟ في المدرسة بلغوكي. كلمينا عن الدراسة بقى وفترة المذاكرة، يعني كام ساعة مذاكرة، المواد، انت الشعبة الأدبية، كلمينا عن الفترة بتاعت المذاكرة وجدولك في المذاكرة كان بيمشي ازاي؟ الصبح بروح من ليل ما أبقى تفضلي تذاكري كام ساعة مثلا؟ 12 ساعة، 12 ساعة كل يوم. معانا كمان والدة شذا، ألف مبروك. الله يبارك في حضرتك. ألف مبروك. الله يبارك. حضرتك طبعا كنت مرافقاها بقى في كل فترة الدراسة. طبعا الحمد لله الحمد لله. كلمينا عن شذا والمميز فيها ايه؟ شذا بسم الله ما شاء الله هي من الطلبة اللي بتعرف مصلحتها كويس، وعارفة هي رايحة فين، وعارفة مذاكرتها، وقت المذاكرة بتاعتها ما بتستناش حد يقول لها ذاكري، أو ميعاد المذاكرة بدأ، أو الدروس بتاعتك بدأت، لا هي عارفة مواعيدها كويس قوي، فكانت محافظة عليهم، وكان نفسها يعني تنجح وتكون حاجة، هي كان نفسها في كده، والحمد لله ربنا حقق لها الأمنية دي. توقعت ليها ان هي تكون ضمن الصفوف الاوائل والمركز الثاني يعني كمان؟ والله احنا توقعنا ان هي تجيب مجموع كويس، لكن هي تخش من ضمن الاوائل دي يعني كانت امنيه من امنياتها، والحمد لله ربنا حققها لها. مدرستها في التل الكبير زي ما كنتي بتشرحي لي؟ مدرستها مدرسه الثانويه بنات في التل الكبير. وكنت مقيمه معاها كمان في التل؟ يعني كنت ببقى قاعده معاها معظم الوقت. مفيش مدارس في اسماعيليه كانت؟ لا في مدارس، هي مدرسه حكوميه، ولكن المدرسه بتاعتها مدرسه حكوميه. ادارتها كانت في التل الكبير؟ الاداره بتاعتها كانت اداره التل الكبير. طيب مين بقى اللي كان يعني بينظم لها وقتها، ولا كانت شذا عارفه تنظم لا وقتها؟ هي كانت عارفه مصلحتها كويس، فكانت منظمه وقتها في الدروس والمذاكره، ويعني الحمد لله. يعني تاني يا شذا قولي لي بعد التفوق ما شاء الله والف مبروك في الثانويه العامه، بتتمني بقى تخشي كليه ايه؟ تجارة؟ خشي كلية تجارة جامعة قناة السويس. مين كلمك من المدرسة، ومين اللي قالك الخبر انك انت من التانية على المحافظة والأولى على مدرستك؟ كلميني عن الكواليس كده، وقولي لي مين أول حد فرحك بالخبر؟ يعني انت عرفتي من والدتك؟ وحضرتك عرفتي من اداره المدرسه؟ من اداره المدرسه اتصلوا بلغونا ان هي الاولى على اداره على المدرسه، والثانيه على اداره التل، الثانيه على اداره الاسماعيليه، والاولى على المدرسه بتاعتها. الثانيه على مستوى المحافظه، والاولى على مدرستها. على مدرستها. شذا من يعني انت بتقولي لي مميز فيها ان هي عارفه تعرف تعمل جدولها كويس قوي وتنظم وقتها، ولكن اكيد كان في تحديات كتيره في طريقها طبعا، وفي المذاكره. انت عارفه ان هي كل حاجه في الدروس بتاعتها وفي المذاكره بتاعتها، بس هي الحمد لله كانت قد التحديات دي كلها، وكانت مصره ان هي تنجح وتجيب مجموع كويس. اكتر الصعوبات دي كانت تتخطاها ازاي؟ والله سبحان الله، يعني كان في صعوبات كتير بتواجهها، بس الحمد لله الحمد لله يعني بمقدرتها وبالعزيمه بتاعتها وبقدره ربنا كانت بتخطى كل الصعوبات. الحمد لله كان ربنا ميسرها لها. قولي لي طيب ايه الصعوبات بقى اللي كانت يعني كانت في طريقك توقعتي من خلالها ان انت ممكن ما تقدريش تحققي مركز، او ان انت عايزه تنجحي زي مامتك ما بتقولي، ايه اكتر حاجه كانت صعبه عليكي؟ الوقت مواد كتيره، وقت قليل، يعني ايه فترات المذاكره طويله.
ان انت تقعدي ساعات مثلا بالنهار وبالليل تواصلي وقت طويل وانت بتذاكري، ده كان من الصعوبات اللي بتواجهك. طيب كنت بتذاكري بقى نظام اونلاين، بتذاكري مع المدرسين دروس مدرسة، ايه افضل طريقة تقدري توصفيها للي داخل ثانوية عامة جديد تقولي له يعني هتوفر عليك وقت ومجهود وهتحصل منها درجات؟ الدروس، يعني مراجعة دايما مستمرة مع الدروس، دي اهم حاجة. عندك هوايات ولا كان وقتك كله للمذاكرة؟ مفيش، ما بتعمليش حاجة تانية غير يعني الثانوية العامة والمذاكرة بس؟ طيب قولي لي حضرتك في شذا بقى، هل هي طبعا مش البنت الوحيدة لحضرتك صح؟ لا هي ما شاء الله ليها اخوات تانيين، ليها اه، 5. هي الأصغر لا هي قبل الأخيرة. اللي قبل الأخيرة. طيب مين اكتر اللي كان بيدعم شذا؟ مين كان الى جانب حضرتك؟ طبعا انت كنت مقيمه معاها يمكن في اداره تانية مثلا. لا والله اخواتها كلهم كانوا بيدعموها وبيحاولوا يقولها الجو المناسب للمذاكره، ووالدها كمان كان بيدعمها جدا، فالحمد لله يعني كله كان واقف جنب شذا في الظروف بتاعتها بتاعت الثانوي. انت عارفه ايام الثانوي دي ايام عصيبه جدا، فالكل كان واقف معاها الحمد لله، ومدرسينها واداره المدرسه كله كان يعني بيحفز شذا ان هي هتبقى حاجه. هل كان في مواد بتيجي تقول لك ان هي من المواد الصعبة او الامتحانات بتاعتها ما كانتش متوقعة ان هي تقدر تحصل في فيها؟ مواد، بس احنا الحمد لله كنت اقول لها اهم حاجة انت تخلصي المادة نشوف بقى المادة اللي ما بعدها كنتيش خلاص. بتقعدي لا تراجعي وتشوفي هتخسر لا قد لا ايه في الدرجات؟ عشان خاطر ما احبطهاش للمادة اللي بعدها، كنت بخاف ان هي تحبط، ان تقلق وتتوتر من المواد اللي بعد كده خلاص، ما هي فكنت الحتة دي متناشينها جدا. دي. طب لو نتكلم عن نصايح لأولياء الأمور اللي ممكن حبهم الزيادة وخوفهم على أولادهم يتسبب في إن الطالب ما يقدرش إن هو يحصل كويس، هما تقول لهم يسيبوها إيه؟ على الله وربنا بييسرها من عنده والله، وكل واحد في الاول وفي الاخر بياخد نصيبه ورزقه، وان شاء الله ربنا يكتب للطلبه جميعا الخير. كانت مرحلة يعني خايفين منها الثانوية العامة ولا كنت طبعا سايباها قلق يعني وخوف. تكمل لا زي شذا اخواتها؟ كانت قلقانه ومتوتره جامد، يعني كان التوتر مأثر كمان على الاعصاب، بس الحمد لله عدت بسلام الحمد لله. بتشوفيها بطلة طبعا. ان شاء الله باذن الله اكيد بطله، ان هي وصلت للانجاز ده فتبقى بطله فعلا طبعا. الحمد لله. قولي لي يا شذا، المواد اللي انت كنت يعني اكتر مطمنه ليها والمواد اللي كانت بتخوفك في الثانويه العامه، خاصه ان نظام الثانويه العامه كل يوم بيكون في تغيير، ما تقدريش ان انت تحصلي من الامتحانات السابقه او حاجه، كلمينا عنها. يعني الانجليزي والعربي تعبانين شوية. في الامتحانات الانجليزي والعربي، اما باقي المواد بالنسبه للشعوب الادبيه كانت بالنسبه لك كويسه؟ قدرتي ان انت خلال فتره الثانويه العامه تواظبي ما بين مراجعه دروسك وان انت تمارسي حياتك اللي هي اليوميه مع اصحابك مع والدتك، ولا كان وقت كله اخدك للدراسه بس؟ يعني ازاي كنت بتقدري ترفهي عن نفسك وتخرجي من الوقت الصعب بتاع المذاكره الطويل اللي انت بتحكي عليه؟ مثلا من يوم ساعتين اقعد مع اهلي مع اصحابي كده. ساعتين ترفيه بس في اليوم، ولكن باقي الوقت للثانويه العامه ودروس الثانويه العامه. طب انت بتحلمي بايه؟ اني اول شهاده في الجامعه واقف على رجلي بقى واشتغل وابقى عايزه ان انت تخشي كليه التجاره وتخلصي الشهاده بتاعتها وتنجحي تحققي فيها انجاز. طب النهارده يعني طبعا بعد ما انت وصلتي لانجاز مهم جدا، وكان اكيد تحدي كبير في انك انت تكوني من اوائل الثانويه العامه كمان، رساله للمدرسين، رساله لوالدتك ولاهلك على الدعم اللي لقيتيه منهم زي ما بتقولي؟ والله من غيرهم ما كنتش هعرف ان انا اوصل لحاجه، من اهلي والمدرسين والرايح ودعم لينا برضه أهم حاجة. طيب الطلاب اللي ممكن يكونوا عندهم يعني صعوبات في حياتهم أو ظروف، أو مثلا يخافوا من الثانوية العامة، يعني ممكن خوف من الثانوية العامة يخليهم ما يقدروش إن هم يحققوا، تنصحيهم تقول لهم إيه داخلين على مرحلة الثانوية العامة؟ وجيلهم نصيحة أو روشتة النجاح؟ والله أمين عليه وأمين عليه وخلاص، زيها زي أي سنة. زيها زي أي سنة؟ يعني اللي كنت بتسمعي عن الثانويه العامه قبل ما تخشي في المرحله دي اعتبرتيه ان هو مش موجود وزيها زي اي سنه. شكرا ليكي يا شاذة والف مبروك.
والف مبروك. الف شكراً مبروك لحضرتك. شكرا شكرا. احنا التقينا بشذا، هي نموذج ناجح وكان قد فعلا التحدي وقد المسؤوليه اللي انتوا سبتوها ليها، حققت المركز الثاني على المحافظه في الشعبه الادبيه بمجموع قد ايه شذا؟ 87. وبتحلم انها تلتحق بكلية التجارة. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، تابعنا معاكم قصة شذا وقصة نجاحها من محافظة الإسماعيلية. بنشكر حضراتكم على المتابعة، وألف مبروك لشذا وكل أوائل الثانوية العامة. شكرا لكم.